بالنسبة للمقابلة كانت مقابلة قوية كيف ما شاهد الجميع، يعني الحمد لله يعني كنا مستحوذين على الكرة بحد نسبة كبيرة. كيف ما شاهد الجميع يعني كانت مقابلة بحد إيقاع مرتفع خاصة في الشوط الأول، يعني حققنا الأهم، يعني سجلنا هدف، يعني وقل أسرع هدف في البطولة الحمد لله. يعني واخا تعادلوا معنا ما طيحناش يدينا، يعني في الشوط الثاني يعني بعد التعليمات ديال المدرب سي وليد الركلاكي، يعني الدراري دخلوا بحد المعنويات مرتفعه، يعني حتى الهدف اللي تسجل علينا، يعني الهدف كنا كنطالبوا بركله جزاء، يعني الحكم تغاضى عليها، ومن طريقه جات عن طريق نفس الهجمه جات جا الهدف ديال الفريق الزمالك. ما طيحناش يدينا، يعني بقينا مواكبين، طايقين في بعضياتنا وطايقين في نفوسنا، وداك الشيء علاش تعادلنا. وكنظن اننا كنا قاعدنا غير شويه الوقت كنا نحققوا الهدف الفوز. بالنسبه للمقابله ديال فريق النصر، فريق النصر معروف يعني فريق كبير، فريق قوي، عنده لعابه مزيانين. حنا الحمد لله بدينا كنساجموا اكثر واكثر، يعني كنتمنى من الله اننا ندخلوا كيف ما دخلنا هذه المقابلات وحسن ان شاء الله باش نحققوا نتيجه الفوز. وحنا جينا هنا غير باش نفوزوا، ما عندنا شي معطيات اخرى باش اننا نتعادلوا، ولا هذه جينا نحققوا الاهم ولما لا نتاهلوا للنهائي ان شاء الله نفوزوا به. مقابله ضد الزمالك كيف ما شفتوا، دخلنا في ربع ساعة الأولى كانوا مسيطرين على المقابلة رغم هما لاعبين في الأرض ديالهم وأمام جمهورهم، ومن مور الضغط ديال ربع ساعة الأولى سجلنا الهدف، تحررنا من هذاك الضغط ولينا نلعبوا الكرة ديالنا اللي مولفين بها، واللي شي قول لنا المدرب سي وليد، وسيطرنا على طيل المقابلة، وتجا بينانتي على ضد مجرى اللاعب وسجلوا عندنا، ومهم وسالت الشوط الثاني. دخلنا الشوط الثاني سمعنا تعليمات المدرب ديالنا، دخلنا طبقنا، شدينا الكرة عندنا، لعبوا بشوية علينا من زربوش كيف ما قالنا السي وليد، وضد مجرى اللاعب سجلوا عندنا الهدف الثاني، وحنا ما رخيناش يدينا، بقينا عازمين بقدرات ديالنا، وكنا عازمين باش نجيبوا نتيجة إيجابية، والحمد لله تحقق لنا ذاك الهدف في الدقائق الأخيرة. المقابلة ضد النصر السعودي كيف غادا تكون مقابلة كمقابلة جميع المقابلات، حنا جينا لمصر ما جيناش كنزهة، جينا باش نقدموا شي حاجة إيجابية للجماهير الفتحية وجماهير الرباطية وجماهير المغربية عامة. إن شاء الله نشرفوا الجماهير المغربية ونشرفوا بطولة الوطنية، وعلى لما لا نوصلوا للفينال ونحقوا اللقب ان شاء الله. غادي نلعبوا هذه المقابله ضد النصر السعودي ان شاء الله على 3 نقاط ان شاء الله باش نقربوا للتاهل ان شاء الله. حلم مؤكد لجميع اللاعبين وجميع الشبان المغاربه يفوزوا بهذه البطوله، واي لاعب كيتمنى يلعب في هذه البطوله ديال كاس العرب للانديه، اي واحد يقدر يتمنى يلعب هذه البطوله، وجاتني الفرصه انا باش لعبت هذه البطوله هذه، وحلم ندي هذه البطوله لاول اول مره تلعب هذه البطوله هذه، وندي هذه البطوله حلم شي حاجه زوينه، والدراري عازمين ان شاء الله باش ما نمشيوش بيدينا خاويه ان شاء الله من هذه البطوله هذه.